الطبيب الالماني شيفر هوف رفض اجراء العمليه يا كابتن خالد لان هو عنده مرتبط باجازات الكريسماس واجازات راس السنه، فقال طبعا ان هو مش هيبقى فاضي في هذه الفتره اللي هيكون يعمل فيها حسام غالي العمليه. الاوروبيين اوروبيين، الشغل شغل والعمل عمل دلوقتي. الالمان بالذات عامه يعني طبعا، والجهاز الطبي الان بيشوف طبيب بديل لاجراء عمليه رباط الصليبي. مش عارف، سالت يحيى كلمني قال ان في مدير، في طبيب تاني راح حسام غالي، يحيى اللي هو مدير التحرير عندنا، فابرياس ممكن يكون بديل بالنسبه لهوف في، ومسافر يوم الخميس باذن الله حسام غالي. اتمنى له العوده سريعا لانه لاعب حسينا كتير جدا في ماتش كورينثيانس، وحسينا بقوته وحسينا بامكانياته، وحسينا ان فعلا النادي الاهلي افتقد لوسط العمود الفقري بالنسبه للنادي الاهلي. اكيد كده اتمنى له التوفيق وهيعمل العمليه زي ما قال لي مدير محمد يحيى مدير التحرير ان يوم الخميس باذن الله ان شاء الله. كده مشاهدينا الكرام انتهت اخبارنا الخاصه بكاس العالم للانديه والاخبار العالميه. سننتقل لمشاهدينا الكرام لمتابعه اخبار النادي الاهلي في اليابان والمباراه المهمه غدا بمشيئه الله امام مونتيري بطل امريكا الشماليه والوسطى او الكونكاكاف بعد هذا الفاصل. ابقوا معنا.